الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات مادة الرياضيات صفحة 58، تمرينات 2.2 الخاصة بالمبرهنات عن الاستمرارية، يعني الاستمرارية، والبحث في كيفية أبحث في الاستمرارية الدالة. عندنا هذه التمارين الرياضية صفحة 58، تمرينات 2.2 راح نبدأ نحلها احنا وياكم. احنا حاجي لكم سابقا عن الاستمرارية والغاية، وشون ادور عن الاستمرارية وشون اعوض بالدالة. عندي اولا لتكن اف اكس اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد 3، ابحث استمرارية الدالة عند اكس يساوينا 3. يجيني هيك سؤال، فأنا الخطوة الأولى اللي أسويها أنه أكتب المعادلة اللي عندي اللي هي الدالة fx x تكعيب زائد x تربيع زائد 3، أبحث باستمراريتها عند x تساوينا 3. فش أسوي؟ أول خطوة أعوض بالدالة. أول خطوة شو أعوض؟ أعوض 3 بالدالة، أعوض عن قيمة x 3. فهنا أنا x تكعيب يعني 3 تكعيب زائد اكس تربيع 3 تربيع زائد 3، راح يطلع لي 27 زائد 9 زائد 3 يساوي لنا 39. اجي النوبه شو اعوض؟ اعوض بالغايه، بالليمت. الغايه شو اقول؟ اقول ليمت اكس عند اكس يساوي لنا 3. اخذ المعادله هنا، أنا ما يبين عاده المعادله اذا كانت متكونه من شطر واحد، يعني مو شطرين الداله، فعاده يكون دائما الداله مستمره، الداله مستمره. فاعوض اكس تكعيب راح يصير عوض عنها ايضا 3، ايضا راح يطلع لي 39. اذا ليمت اكس تقترب من 3 اف اكس هي تساوي الداله اف 3، يعني من عوضت عن الليمت اكس تقترب من 3 هي نفسها طلعت لي عندما عوضت بالداله اف 3، اذا الداله مستمره عند اكس يساوي لنا 3. هذا بالنسبه لحل هذا التمرين. التمرين الثاني يقول لتكن اكس تربيع خط كسر على اكس تربيع زائد 1، اثبت ان اف اكس اثبت ان الداله اف مستمره في مجالها. شلون اثبت مستمره؟ من اريد اثبت مستمره الداله في مجالها، يعني عندي اوسع مجال للداله هي تنتمي الى ار. شنو ار؟ ار مجموعه الاعداد الحقيقيه اللي عندي. فانا افرض ما عندي رقم، ما عندي قايل مثلا عندي اكس يساوي لنا 3 ويساوي لنا 2، فافرض انه مثلا اي تنتمي الى ار، يعني اي مثلا تنتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، فاعوض بالداله بالبدايه عن اي، فاقول اي تربيع يساوي لنا اي تربيع زائد 1. من اجيب الليمت، الليمت اكس تقترب من اي، فراح يطلع لي ايضا اعوض بالغايه، فليمت اكس تقترب من اي راح يصير لي اكس تربيع زائد 1، اعوض بها راح يصير لي اي تربيع زائد 1. شوفوا اذا الداله موجوده، يعني عفوا الغايه موجوده، هاي هنا الداله معرفه. إذا الغاية موجودة، فلهذا أقول ليمت اكس عندما تقترب من الاي للاف اكس هي نفسها الدالة اف اي، إذا الدالة مستمرة. ودائما خلوها ببالكم من تجي الدالة شطر واحد عادة تكون دائما مستمرة. نجي على السؤال التمرين الثالث، يقول ابحث باستمرارية الدالة في مجالها عند اف اكس يساوي لنا اكس تكعيب. هذا أيضا هنا ما منطينا رقم، فأجي أيضا أفرض اي أو اي رقم ثاني، افرض انه هو ينتمي الى ار، ار هي مجموعه الاعداد الحقيقيه السالبه والموجبه والصفر وحتى الاعداد الكسريه والجذريه. فاقول ليمت اكس تقترب من اي، راح بالبدايه الداله اف اي راح يطلع لي اي تكعيب معرفه، وبالليمت اكس تقترب من اي ايضا راح يطلع لي اي تكعيب، اذا الداله اف اي تساوي لنا الغايه ليمت اكس تقترب من الاي، اذا الداله مستمره في مجالها. نجي على التمرين الوراء اللي هو التمرين الرابع. شوفوا هنا الداله مكونه من شطرين، الداله مكونه من شطرين. الداله الاولى اف اكس اريد ابحث في استمراريه الداله عند اكس يساوي لنا سالب 1، عندي اكس تربيع ناقص 2 و3 اكس زائد 1، عندي هنا اكس اصغر اكبر او يساوي لنا سالب 1، وعندي هنا اكس اكبر او يساوي لنا سالب 1. فهنا ايش اسوي انا؟ هذا الحل. هيك سؤال الحل هيك السؤال بالبدايه اول شيء تعوضون الداله، تعوضون الداله. من اعوض الداله انا ايش منطيني؟ انتبهوا انتبهوا، تعويض الداله انتبهوا انتباه شديد.
انا عندي اكس يساوي لنا سالب واحد، وين اعوض؟ اعوض بالداله اللي بيها اكبر او يساوي، اللي بيها يساوي. وين هاليساوي؟ هاي يساوي. ايش راح اسوي؟ فاذا اف سالب واحد اعوضها بهاي الداله، ما يصير تعوضها بالداله 3 اكس زائد واحد، ترى خطا. فسالب واحد، سالب واحد تربيع ناقص 2 راح يطلع لي واحد، ناقص 2 راح يطلع لي سالب واحد، اذا معرفه. زين؟ بالليمت لا، اعوض بالشطرين، بالشطر الاول والشطر الثاني، اليمين خلينا نسميه واليسار. اليمين اللي اكبر من سالب واحد اللي هو راح يصير جهه اليمين، واللي اصغر من سالب واحد راح يكون جهه اليسار. احنا نسميه ال1 وال2. فمن اعوض بالليمت سالب واحد راح يطلع لي اكس تربيع ناقص 2 يساوي لنا اكس تربيع ناقص 2، راح اعوض بيه يساوي لنا سالب واحد ناقص 2، راح يطلع لي واحد ناقص 2 يساوي لنا سالب واحد، هذا ال1. اجي هسه اعوض الداله الثانيه الليمت اكس تقترب من سالب واحد، اعوضها بالشطرين 3 اكس زائد 1 راح يطلع لي سالب 2. شوفوا هنا ال1 لا تساوي ال2، بما انه ال1 لا تساوي ال2 هي طلعت سالب 1 صح الداله، بس ساوت لي بس ال1 ما ساوت لي ال2، لازم ال1 يساوي لنا ال2، اذا الداله غير مستمره عند اكس يساوي لنا سالب واحد. وانتبهوا ارجع واقول لكم الداله وين تعوضوها؟ تعوضوها بالمكان اللي قال لكم اكس اكبر او يساوي اكبر او يساوي، تشوفون وين يساوي تعوضون بها الداله. هذا بالنسبه لحل هذا التمرين الرابع. نجي على التمرين الخامس. التمرين الخامس منطيني بي من يكون مطلق اف اكس اكس مطلق اكس ناقص 2، ابحث باستمراريه الداله عند اكس يساوي لنا 2. من يجيني مطلق يعني اشطر الداله الى شطرين، اشطر الداله الى شطرين، هاي الصوره بالمقلوب للاسف، اشطر الداله الى شطرين. الداله ايش راح تصير؟ شوفوا اقول تصير اكس ناقص 2، فمن تنشطر الداله ايش راح يصير؟ راح يصير بالصوره انه اكس ناقص 2 مره اكبر او اكس اكبر او يساوي 2 ومره اصغر او يساوي 2. شوفوا هنا اخذ اكس اكبر او يساوي 2، اخذ اكبر لان قايل لي اكس تساوي 2، فمن اي اكس تساوي 2 ما اخذ الاصغر، اخذ الاكبر، اكس اكبر او يساوي لنا 2. زين؟ فاعوض بالداله، من راح اعوض بالداله مره اخليها موجبه ومره اخليها سالبه، مره نفسها اكس ناقص زد ناقص 2 ومره سالب اكس زائد 2، فمن عوضت طلعت لي صفر بالاف اكس الاولى المعرف الداله، من عوضت بهذه الداله طلع لي صفر، انه بعوضت بالداله الثانيه ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي ال1 راح يطلع لي صفر، وايضا ال2 راح يطلع لي صفر، اذا الداله الغايه موجوده عند اكس يساوي لنا 2 والداله ايضا مستمره. هذا بالنسبه لحل هذا التمرين. نجي على التمرين اللي وراء اللي هو السابع. التمرين السادس التمرين السادس اللي هو هذا التمرين السادس اللي هو واحد ناقص 2 اكس، واحد ناقص 2 اكس، عفوا مو هذا التمرين السادس، خل اشوف وين صار التمرين السادس. هذا التمرين السادس اف اكس يساوي لنا 1 ناقص 2 اكس و1 ناقص اكس تربيع. اول ما تباعون الداله مكونه من شطرين، وين تعوضون الداله؟ بالمكان اللي كاتب لكم اكبر، هنا كاتب اصغر او يساوي 2، وين المكان اللي بيساوي؟ اروح عليه. فبما انه هذا هنا اصغر او يساوي لنا 2 اعوض الداله هنا، فراح اعوض 2، فمن اعوض 2 1 ناقص 2 في 2 بمكان الاكس يطلع لي 1 ناقص 4 ويطلع لي سالب 3. هسه ايش اسوي؟ اعوض الغايه الليمت مره اكس عندنا 2 بهذه الداله راح يطلع لي سالب 3، اذا هاي ار1. من اجي اعوض بالداله الثانيه 1 ناقص اكس تربيع، هذه 1 ناقص اكس تربيع عوضت بها طلع لي ال1، عوضت بالداله اللي هي 1 ناقص 2 اكس طلع لي ال2، فطلع عن كلهم سالب 3 سالب 3 سالب 3،
إذن الغاية موجودة، لأن R1 تساوي لنا R2 إضافة إلى أن ال F تساوي لنا R1 و R2، إذن هي مستمرة عند X يساوي لنا 2. التمرين السابع راح يعطينا فكرة جديدة أنه كيف أجد قيمة أي أو مجهول، يعني مجهول في الدالة. عندي هنا أي X زائد 3، X أكبر أو يساوي لنا -1، و3 X تربيع زائد 1 X أكبر أو يساوي لنا 1. يقول جد قيمة أي تنتمي إلى R، يعني نقصد مجموعة الأعداد الحقيقية عند X يساوي لنا، إذا كانت مستمرة عند X يساوي لنا 1. بما أنه قال لي مستمرة، يعني الدالة الشطر الأيمن يساوي للشطر الأيسر، يعني الدالة الفوق R1 يساوي لنا R2، لأن هذا اللي راح أبدي على أساسه أحل. يعني ايش راح اسوي؟ راح اقول ان x تساوي لنا 1 مستمره، اذا R1 يساوي لنا R2، اجيب الداله الاولى اي x زائد 3، ليمت x تقترب من الواحد، وهنا ليمت x تقترب من الواحد 3 x تربيع زائد 1. يعني ما اروح بعد اعوض الداله، لان هو قايل لي الداله مستمره. فبما انه اعوض عن قيمه x 1، راح تطلع لي هنا اي زائد 3 وتساوي لنا 4، تساوي هنا طلع 3، عوض بهاي المعادلة الثانية فطلع الاي يساوي لنا 1. هذا بالنسبة لحل التمرين السابق. هنا انا اشوفه قايل لي الدالة مستمرة وبها مجهول 1. التمرين الثامن ايش راح يسوي؟ ما راح يقول لي الدالة، يعني ما راح يقول لي راح يعطيني مجهولين. شوف ايش راح من يعطيني مجهولين، احتاج بعد مو بس يقول لي الداله مستمره بس، اذا قال لي الداله مستمره بس يعني ما حل، لازم ينطيني بطريقه ثانيه انه اقدر شلون احل. فهو سوى انطاني انه اف، عندما اف اعوضها بالاثنين راح يطلع لي 7. انتبهوا، اف بالاثنين يطلع لي 7، يعني يقصد يا داله، يقصد الداله الاولى. ليش؟ لان بها اصغر او يساوي، مو يقصد الداله الثانيه. احنا دائما قلنا الباو 1 موجود اليساوي. زين، فنجي نحل السؤال الثامن اف اكس، فقال لي اف 2 يساوي لنا 7. شوفوا، فراح اعوض معناها اف 2 اكس تربيع زائد اي يساوي لنا 7. شوف هنا انتبهوا ايش قايل لي، قايل لي اف 2، انتبهوا هنا قايل لي اف 1 -1 اعوض بالفوق. زين، بما انه قال لي اف 2، اف 2 هي وين؟ هي اكبر من -1. شوفوا هنا اكس اكبر من -1، اذا وين راح اعوض؟ اعوض بالداله الثانيه، خلوها ببالكم. فاكس تربيع زائد اي يساوي لنا 7، اعوض راح يصير 2 اس تربيع زائد اي يساوي لنا 7، يطلع لي 4 زائد اي يساوي 7، طلعت اي يساوي لنا 3. حليت المعادله الاولى، طلعت قيمه اي عن طريق الداله، عن طريق الداله وليست الغايه. انا شنو بقول؟ R1 يساوي لنا R2، X تربيع زائد 3 عوضت عن X تربيع زائد 3، مني عوضت عن قيمة أي، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ليمت X تقترب من -1 2 X زائد B، فأقول X تربيع زائد 3. دائما أعزائي الطلبة الأكبر من الرقم دائما خلوها هي R1، فراح أسوي -1 تربيع زائد 3، وهنا 2 ناقص 1 عوضت عن الاكس ناقص 1، زائد بي راح يطلع لي هنا -1 تربيع هي 1، سالب في سالب موجب، 1 زائد 3 يساوي لنا 4، وهنا ناقص 2 زائد بي، وانقل البي تبقى بمكانها، فال2 راح انقلها، من راح انقل 2 راح يصير 4 زائد 2 يؤدي الى ان بي يساوي لنا 6. هذا اعزائي الطلبه كل ما موجود في حل تمرينات 2-2 صفحة 58 من موضوع مبرهنات الموضوع اللي هو بس بعض المبرهنات في الاستمرارية. زين أعزائي الطلبة، هنا انتهى درسنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من دروسنا، وإحنا إن شاء الله مستمرين وياكم في حل تمارينات الرياضيات، وإن شاء الله نحل كل التمرينات اللي موجودة بالكتاب. إذا محتاجين أي سؤال أو استفسار تقدرون تكتبوه بالتعليقات، وإن شاء الله أنا أجاوبكم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.